السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذا ويقول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ويقول تعالى لزكريا عليه السلام: واذكر ربك كثيرا واذكر ربك كثيرا. ويقول سبحانه: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. كل هذه الآيات تحملنا على الإكثار من ذكر الله وترطيب اللسان بذلك وطمأنينة القلب بذلك، وكذلك تنوير البصر والبصيرة بذلك، تنوير الصحائف التي نلقاها يوم لقاء ربنا بذلك. هذا. ويقول الله سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، أي تسليما كثيرا. فللآيتين نقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد الشكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. وكذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، سلمهم الله من السوء والمكروه. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا مولانا؟ الحمد لله. تفضل. مش عندي بعض الأسئلة كده بعد إذنك. تفضل. أنا أخذت من واحد مبلغ كده شغله، وهجيب المبلغ ده إن شاء الله، يعني أكرمكم الله بهايم أقول تسمين وكده. فعندي مزرعة خاصة بيا بحط فيها الحاجة دي وكده، بس بحط العلف في للعجول وكده. ففي عندي حمام خاص بيا في المزرعة نفسها، بيجي ياكل من العلف ده وانا باكل الحمام ده. حمام خاص بك او حمام غريب؟ هو خاص بيا، هو بس هو في المزرعة عندي خاص بينا احنا يعني، بس ساعات بيطلع بره وساعات بياكل من العلف اللي يعني كمية ده. الاكل اللي بياكلها كبيرة ولا شيء صغير؟ لا دي مية بسيطة يعني، هو مش كتير يعني، 10 حمامات 15 حمامات مش كتير، مش عدد كبير يعني، بس هو بياكل من العلف اللي بيتحط للعجول دي، وانا متفق مع الراجل على نسبة مضاربة يعني وكده. طيب انت بين امرين، خلاص اذا كنت تريد الورع ادفع ثمن اكل حمامك. تمام. مش هتكلف 20 50 جنيه. اه. او تخبر الرجل بس. تمام. طيب معلش في سؤال ثاني مولانا. بالنسبة للعملة، تجارة العملة يعني. انا احيانا بيجي لي واحد مثلا عايز يغير وليكن 5000 دولار او كده، وانا مش معايا المبلغ كامل اللي هو ثمن ال 5000، معايا مثلا ثمن 3000. غير له على القدر الذي معه. تمام. ما ينفعش مثلا اغيره؟ لا يصلح. اتمم البيعه واروح ابيعها مثلا ورد. لا يصلح. لا يصلح. اغير وممكن اقعده مثلا ساعه اخد الباقي مثلا، يعني مثلا هو جايب لي 5 اشتري من 3. لكن نهايه المطاف. تمام. أن بيع العملة لا يجوز بالدين أبدا، على قدر الفلوس اللي معه أعطيه فلوس جنيهات بس. طيب تمام. معلش سؤال تاني يا مولانا، أنا عندي بقالة، وأحيانا بيجي لي الزبون اللي هو بيشتري قطاع وكده، بيقول لي مثلا عايز ب 10 جنيه جبنة أو ب 20 جنيه جبنة أو كده، وما يعرفش سعر الكيلو كام، بس هو العرف داير كده، إحنا بنديله مثلا ب 20 جنيه على سعر الكيلو إحنا عارفينه، لكن هو ما بيسألش على سعر الكيلو أو الكلام ده. ما في مشكلة، الأشياء اليسيرة المعروفة خلاص، مش مشكلة. ما فيهاش أي مشكلة ديت؟ إن شاء الله. تمام. سؤال معلش اخير بعد اذنك، انا اتفقت مع واحد بشتري منه بضاعه بقاله يعني، كان في على سلعه معينه اديته ثمنها قبل ما اشتريها منه، وقلت له خليها عندك عشان ما عنديش مكان للمخزن وكده، لانها كميه كبيره، واتفقت مثلا اشتريها برقم من الفلوس ب 100 جنيه مثلا القطع او كده، فهو خلاها عنده ودفعت له الفلوس كلها كامله، وبعدين لما جيت اخدها منه بقى مثلا كل 100 قطعه لوحدها راح يقول السعر غير، فانا دلوقتي هرفع عليك السعر يا اما تاخد فلوسك. بعد مده عدت مثلا 20 يوم او ظلمك. طب لو انا خدت فلوسي منه بدون ما هو بدون يعني بدون ما هو يعرف، هو ساعات بيجي مثلا في الفواتير يحصل منه غلطه ولا حاجه مثلا 600 جنيه 700 جنيه. اذا كنت ستأخذ حقك بلا زياده جاز.
ما هو الزيادة اللي هو زودها عليا يا باشا، يعني هو زود عليا قلت لك إذا كنت ستأخذ حقك بلا زيادة جاز. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حالك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله، اتفضل. ربنا يحفظك يا رب ويبارك فيك. وفيك يا رب. يعني بذكر نفسي بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، والله كان في عون العبد من كان العبد في عون اخيه. فانا كنت اقصد من حضرتك خدمه لو يعني عملت لي يكون الشكل لحضرتك. الله المستعان. انا شغال في شركه سياحه. وكنت يعني بدور على الشيخ احمد احمد العزب ربنا يبارك فيه عشان خاطر ننسق معاه رحله عمره. احمد من؟ احمد العزب. احمد العزب؟ اه. من اي البلاد هو؟ تقريبا من دمياط. هو كان لسه مع حضرتك تقريبا من حوالي اسبوع او من 10 ايام، كان مشير صوره يعني برفقه حضرتك وكده. فلو حضرتك قدرت تساعدني مثلا ان انا والله العظيم والله لهذه اللحظه ما اعرفه، لكن اسال عنه ان شاء الله. اي لا حضرتك تعرف ده، هو متصور مع حضرتك دقيقه، معروف متصور مع حضرتك، بس ممكن حضرتك يعني مش متذكر الاسم بتاعه. ماشي، على العموم ان شاء الله باذن الله المطلوب مني مش هقصر فيه، بس ذكرني لان وقت البث مش هعرف استوعب كلمه كويس. طيب اكلم حضرتك امتى؟ كلمنا على الهاتف الخاص في اي وقت. بعد البث طيب متاح؟ لا غدا ان شاء الله. طب ممكن الرقم الخاص معلش؟ 0153333883. 0 1000 كم؟ 5 3 3 8 3. 5 3 3 8 3. ايوه. جزاكم الله خير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته شيخنا. تفضل. الله يبارك فيك ويحفظك شيخ. وياك. كم سؤال كده باختصار يا شيخنا معلش. اتفضل. بالنسبه لحكم المرور من امام صفوف المصلين بعد تسليم الامام، بيكون مثلا اللي فضل عليه ركعه او اثنين هو دلوقتي في حكم المنفرد ولا لسه بنفس ستره الامام؟ لا، في حكم المنفرد، الامام خلاص انصرف. يعني لا يمر من قدامه احد او من بين الصفوف خلاص. هو انت الان في واحد متخلف عن الامام، سلم الامام وقام ياتي بالذي عليه من الركعات، لم يصبح الان مقيدا بامام، فانت لا يجوز لك ان تمر امامه الا بالضابط المعروفه. الله يحفظك شيخ. طب السؤال الثاني معلش. بنسمع مثلا يعني احد الدعاء بدون ذكر اسماء بيقول يا رحمة الله انزلي على عبادك، يا مغفرة الله تغشين، فهل يجوز دعاء؟ الزم الدعاء الوارد عن رسولك تسلم، والدعاء الوارد في القرآن تسلم. نعم. اقول لو لزمت الدعاء الوارد في كتاب الله وفي سنة رسول الله هذا أفضل شيء وأخرجه من الخلاف. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. حضرتك أنا كنت حصل مشاكل بيني وبين زوجي، فالهجر بيبقى حوالي شهر أو شهر ونص، فأنا اعترضت عايزة حل بسرعة، فقال لي لأ طب عايزين حكم مثلا، قال لي والدك بس، طب عايزين شيخ طيب يحكم بشرع الله يبقى عنده الاحكام جاهزه يعني، قال لي لا انا معترض، فقلت له مضطره اروح عند اهلي لحد ما تشوف حل، عشان انا مش قادره اصبر على كل مشكله شهر او شهر ونص. انا كده ناشز؟ لا ناشز ليه كده؟ انت طلبتي منه. ربنا لا يرضيه الظلم، لابد ان نسمع من الطرفين، يعني دائما لابد ان نسمع من الطرفين. يلزم لزوما. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا شيخ مصطفى عامل ايه؟ الحمد لله انا بخير. بقول لك يا شيخ مصطفى انا مش لاقي شغل. الله يفرج كربك. طيب يعني مفيش حد يشغلني، يعني مش عارف. والله انا مش رجل اعمال، انا رجل اتعلم العلم الشرعي واعلم ما علمني الله للناس، هذا عملي، اما انا مش صاحب اشغال ولا عندي تجارات. بارك الله فيكم. السلام عليكم. وعليكم. عليكم السلام. ازيك يا مولانا؟ الحمد لله. لو سمحت بس رد الشيخ بس في سؤالين ان شاء الله عندي. اتفضل. كان حصل كده عندي مشكله في الشقه عندي مع زوجتي، وحلفت عليها وقلت لها عليها الطلاق انت ما بتفهمي. عليك الطلاق ماذا؟ يعني انت ما بتفهمي.
قلت لزوجتك لغوا عليك الطلاق انها ما تفهم؟ ايوه يعني كنت غلط كده وعشان كانت حاجه حصلت. ما انت ما عقدت اليمين، ظني انك ما عقدت اليمين، بس لا شيء عليك. يعني ما فيش كفاره يمين؟ لا لا لا. طب السؤال بس الثاني يا فندم يا مولانا، بس عشان نعرف ضوابط البيع بالتقسيط. ضوابط البيع بالتقسيط انك تكون تملك السلعه. يعني لابد ان انا املك السلعه. تملك السلعه وتخير المشتري. طب موضوع ان انا مثلا اثبت النسبه في الفايده 30% والكلام ده، لا انت تقول في صوره شهيره. انت تساله هتسدد على كم؟ قال لك على سنتين، قال له السلعه ب 10 قروش بس كده اجمالا. لكن تقول له تدفع 2 والثمانية تقسط بنسبة كذا في المية شهريا، لا ليس لك ذلك. الله يسلمك. حديث الأحلاس والدهيماء والسراء يا نجلاء كله ضعيف. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. معلش شيخنا بعد عندي سؤالين. اسأل. أول السؤال الأول، صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هل أنا مثلا صليت على النبي صلى الله عليه وسلم في أذكار الصباح والمساء لازم أصلي على النبي بصيغة الصيغة الإبراهيمية؟ لا 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 يلزم، في عدة صيغ للصلاة على النبي وردة عن رسول الله. لو أنا صليت مثلا على النبي مثلا قلت اللهم صل على محمد صلى الله على محمد تجزي؟ تجزي إن شاء الله. السؤال الثاني، انا كنت في البيت، المهم لقيت حمامه كانت تعبانه وانا عندي برد بحمام يعني، فكانت تعبانه خالص مش قادره تطير وكلابها كانت هتاكلها، فاخدتها اكلتها وشربتها ودلوقتي صحت شويه بس ما بتطيرش كويس، اعمل فيها ايه؟ بس ايه؟ حمامه ايوه اكلتها وشربتها واحسنت اليها، اذبحها كلها بس من يسير اللقطه. السلام عليكم. وإذا كنت تعرف جارك وهي لجارك خلاص ده، لكن كده في الإجمال يصير اللقطة أرجاء لا تطير. السلام عليكم. السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف حالك يا شيخنا؟ الحمد لله حالي طيب. لي سؤال إذا أذنت لي. تفضل. يقول الله عز وجل يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر. أيوه. من هو الداعي؟ الداعي الله أعلم به، هل هو ملك من الملائكة؟ هل هو ملك من الملائكة؟ نعم. أو هو الله سبحانه؟ ما سمى الله الداعي فلا داعي للتكلف. تمام. جزاك الله خيرا. وإياكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. لو سمحت ثلاث اسئله ان شاء الله. اتفضل يا حبيبي. صحه حديث والذي نفسي بيده لا تامرون بالمعروف معروف ولا تنهون عن المنكر او لا يشركن الله ان يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. معلول بالوقف. يعني في كلام صحيح النبي صلى الله عليه وسلم. اي لكن معنى له شواهد. نعم. سؤال آخر، لو دخلت المسجد ووجدت الإمام راكع وأدركت تكبيرة الإحرام وهممت أن أنزل وجدت الإمام رفع وقام، أتي بركعة جديدة. نعم نعم. ركعة جديدة. نعم. لا 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 أدرك الركعة بتكبيرة الإحرام، لازم أدركه راكع. أتدركه راكع تركع معه. نعم. سؤال لكن آخر، لكن عفوا، أنت تقول كبرت فإذا به قام. كبرت ثم بدأ هو يتحرك من الركوع للقيام. والله أحوط لك تأتي بركعة جديدة. نعم. السؤال الآخر كنت سألت حضرتك فيه بس أريد أستفهم أكثر، وهو لو الواحد مثلا دلوقتي عرقان ودخل تحت الدش يستحمى بالمية ونوى الوضوء، كنت سألت حضرتك قبل كده اللي تذكره قلت يصح الوضوء بهذا الشكل؟ يصح الوضوء وقد قال ابن عمر واي وضوء ان اكمل من الغسل. نعم. اسمح لي اتعلم من حضرتك، سمعت كلام يقال ان الامر ده ممكن يتعلق بالاشياء المسببه زي مثلا غسل الجمعه
غسل العيد، غسل الجنابة، إنما غسل مطلق لا لا يدخل في. لماذا لا يعني؟ ابن عمر، ابن عمر سئل سؤالا مطلقا. نعم. سئل عن الغسل هل يجزي عن الوضوء؟ قال وأي وضوء أكمل من الغسل؟ عمم الكلام وأنا اختار هذا الرأي. نعم يعني أن الغسل اللي سئل عنه ما كانش غسل يقصد بالجنابة مثلا، أو لا غسل لا لا يعني صب الماء على الجسم، كان سؤال عام. السؤال مطلق. نعم نعم. جزاك الله خير. الله يبارك فيك ويسلم عليك. بارك الله فيك يا أخت شماء بن سعد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله بخير. معلش استحملني لسع صدر حضرتك يعني. الحوار مهم دي جدا بالنسبة لي. اتفضل. أنا راجل معتي اللحية على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لا بحدث فيها ولا بشيل فيها ولا أي شيء. عليه الصلاة والسلام. والحمد لله بفضل الله استلمت شغل جديد، الشغل ده معايا تدريب فيه الاسبوع اللي جاي باذن الله تعالى، هسافر القاهره. انا قبل كده يا شيخ اتنكت على كمين علشان موضوع اللحيه والكلام ده، بس ارجو انت ما تسالش بعصبيه كده، خليك هادئ وان شاء الله انزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، اللهم انزل سكينه عليه. خليك هادئ في الطرح يعني، لا تنفعل في الطرح انفعال زايد، اسال سؤالك بالحسنى يعني. انت دلوقتي مش عايز اطول على حضرتك، لان النهايه انك خايف من امرين، الشغل يقول لك احلق والكمين يمسكك عشان اللحيه. النهايه اذا كنت تستطيع الصبر على سنه رسول الله والتمسك بها هذا اسلم لك في دينك واجر لك عند الله. ان كنت لا تتحمل ما يحدث لك فلك رخصة في حال عدم تحملك، لا يكلف الله نفسا الا وسعها اختصارا. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. اسألك يا شيخنا. نعم يا حبيبي. الآن شيخنا أنا البناطيل بتاعتي كلها تحت الكعب. بناطيلك تحت الكعب وبعد؟ أنا أثنيها عشان تكون فوق الكعب وبصلي، هل هذا من الكف؟ هذا من الكف نعم، لكن يعني لو تركتها ما في مشكلة، لأن الحديث الذي أنت تظنه صحيحا وهو إن الله لا يقبل صلاة رجل مسبل حديث ليس بصحيح، في سند أبو عثمان وليس بالنهدي مجهول، حديث ليس بصحيح. أحبك الله يا حاج توفيق، يا توفيق الحاج. السلام عليكم. سمعتني يا فتى؟ السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إيه لو سمحت يا شيخ، عندي أسئلة، هي كذا سؤال بس سريعا يعني. أول سؤال، حكم التعامل مع المحارم، مع غير المحارم من ذوي الأرحام، إيه ضوابط التعامل معهم؟ يعني يعني من هو؟ يعني ابن الخال وابن العم. ابن الخال وابن أجانب. ايوه جانب، لكن ليس لك صله بهم الا السلام عليكم في حال امن الفتنه، لكن لا تصافحيه، لا تسافري معه. انا ما بسلمش، الحمد لله منتقبه ما بسلمش، بس ممكن نكون قاعدين في قعده عائليه، قاعده خالي وقاعده. اللي مقعدك في وسط الرجال؟ اللي مقعدك في وسط الرجال الاجانب. طبيعه تربيه البيئه اللي طلعنا فيها. لا صلح نفسك، ابن عمك وابن خالك حاجه صعبه، مش ليسوا محارم لك. تمام. السؤال الثاني، انا منتقبه الحمد لله، بس ومنتقبه على حكم ان النقاب سنه، واخداه كسنه مش فريضه يعني، بس مش بلبس جوانتي وحاولت كتير البسه وما عرفتش. طيب واسالك انت عن ايه؟ يعني جائز لو انا واخداه كسنان مش فريضه ان انا لا سنين على رايي، انا مختار وجوب تغطيه الوجه الا القواعد من النساء، اذا كنت من القواعد من النساء مسموح لك. تمام. حضرتك كان سأل سائل دلوقتي على حكم المرور امام المصلي، انا كنت سمعت قبل كده مش متذكره فين، ان نهايه المسافه للسجاده، سجاده الصلاه. لا ما في، هم يقولون ثلاثه اذرع مش نهايه سجاده يعني. تمام، يعني ده الطول اللي احنا ممكن نعدي بعدها عادي. ثلاث اذرع تقريبا يعني مترين مثلا. تمام. السؤال اللي بعد كده، انا الحمد لله خريجه الازهر اصول دين، وكنت بدرس في البناء المنهجي تبع الشيخ احمد السيد، مش عارفه حضرتك تعرفه ولا لا. والله حاليا
تمام. هو برنامج علمي شرعي على اهل السنه يعني. الوقت انا الامر متعس عليا شويه وحابه ان انا اخد اجازه قران افضل، انا ختمه الحمد لله، فكنت بسال حضرتك هل المفضله بين علم الشرعي اكتر ولا انا اخد اجازه؟ اجازه يعني في ايه؟ يعني في التجويد ولا في قراءه ثانيه؟ يعني اخد سند نعم على احد المشايخ. نعم اخد سند على احد المشايخ، اجازه سند اسناد في القران، يعني فلان عن فلان عن فلان اقصد بالنبي صلى الله عليه وسلم. على يد رجل شاب ولا ايه؟ لا على يعني شيخ او شيخه لسه ما حددتش، بس يعني المفضله بين علم شرعي اكتر ولا ان انا اخد اجازه القران افضل؟ انت داعيه الى الله؟ وانا معلمه التربيه الاسلاميه للاطفال وسن اعدادي وثانوي. لا يعني عندك كفاءه الدعوه الى الله وابتدى في المساجد؟ لا مش دعوه مساجد، هي تدريس في المدارس اللي هو التربيه الاسلاميه، الحاجات البسيطه، تاسيسات للاطفال. والله يا اختي انا ارى اذا كنت اخذت من القران واستقام لسانك به الحمد لله. الحمد لله انا بحفظ. الحمد لله. فانتقالك للعلم الشرعي حتى تعرفي الحلال والحرام والدعوه الى الله ان شاء الله في نفع باذن الله. تمام شكرا جدا. طب اخر سؤال بس لحضرتك، لو انا دلوقتي معايا مال وهخرج بيه عمره، هل الافضل ان انا اخرج عمره ولا ان انا اساعد اهلي لو هم متعثرين، مع ان انا في اشتياق شديد ليها يعني؟ حاجة الأهل شديدة ماسة أو يعني مش شديدة أوي بس بسبب ضيق الظروف الحالية يعني. لا يعني مثلا عايشين أكلين شاربين مسطورين ولا هم معوزين؟ الحمد لله، بس ممكن يكون في بعض الديون، يعني ديون يستطيعوا سدادها بس مش حالا. والله يا أختي الله يكرمك في كل خير، مش عارف أقول لك يعني، الله يبارك فيك. جزاك الله خير شيخ، دعوتك لان ربنا يجعلني من اهل القران ويبارك لي. الله يجعلنا وياك من اهل القران يتمثل في قلبي. الله يخصته يا رب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخ مصطفى، خالتي عايز اكلمك. تفضل. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا رب تكون بخير. وانت يا رب العالمين ربنا يخليك ويطرح فيك البركه. وياك يا اختي. كنت فرح لبنتي وصراحه قبل الفرح شالوا الفرش بتاع بنتي بالصوات مني وغم عليا وجسمي كله يوجعني وما ضربش وغم عليا في الارض. شالوا ايه عفوا؟ شالوا الفرش بتاع بنتي العفش. شالوا عفش بنتك يعني الاساس نقلوه البيت الزوجيه. ايوه عروسه. وانت زعلانه؟ صوت ما كانش فرش بيشتال، ما كانش عفش، كنت بصوت. ليه؟ وهم بيشيلوا فيا. يعني بتصوت عشان بنتك هتتجوز وعفشها رايح بيت الزوجيه يا والده؟ ايوه. ليه يا والده؟ ده بدل ما تشكري الله وتسجدي لله شاكره، الحمد لله يا رب لك الحمد، سترت على بنتي وزوجتها زوج طيب كريم. صحيح. وقدرت يا رب اجهز لبنتي اساسها والحمد لله وسعت علي يا ربي، ها انا لك ساجده. هذا افضل ولا تصرخي وتصوتي يا حاجه؟ مالك؟ انا مش داريه، انا غضبا عني مش واعيه، بيغمى علي بعد ما اعمل كده بيغمى علي. لا خلاص استغفري الله واحمدي الله كثيرا وان شاء الله ما عليك مشكله. انا مسحوره. مسحوره مين يا شيخ؟ اذكري الله، اي عفريت هيهرب. لا تضحك على اللي عندك تقول لهم انا مسحوره، انت بتكلمي الشيخ، اي عفريت يخرج. ما فيش انا مسحوره، اذكر الله يهرب، اي عفريت اي جن يهرب. اذكر الله اقرأ سوره البقره، عوذي نفسك من المعوذات، لما تقول انا مسحوره انا ما لا اله الا الله محمد رسول الله. انا ما دخلتش فرح بنتي والله يا شيخ، تعاملوا المهم خلاص خليكي من الكلام اللي انت تقوليه، الهبل ده اللي انت بتقوليه. مسحوره مين وتصوتي البنت تحتاج انك تحمد الله ان ربنا ستر على البنت، تصوتها وتعمل لي فضايح في الشوارع؟ ايه اللي جرالك؟ استغفر الله. السلام عليكم. ينفع كده عبد الرحمن؟ فيعش. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، شيخنا الحبيب جزاك الله خير. تفضل الله يحفظكم. هناك ثلاث اسئله. سل. رسائل الاول. إذا ذكر الخطيب أثناء صلاة الجمعة حديثا مكذوبا وأنا أعلم يقينا بأنه مكذوب من خلال لو سمع ذلك من أحد علماء الثقات كالشيخ الألباني أو غيره،
مبني عليه أحكام ولا في الفضائل ولا إيه؟ لا ليس في الفضائل. طيب فهل ينكر عليه أثناء الخطبة أم بعد الخطبة؟ على حسب حال هذا الخطيب، لأنه ممكن يكون خطيب متفاهم ولا جزاك الله خيرا، ممكن يكون خطيب مكابر ويعمل لك فضائع في المسجد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. بعد إذنك سؤالين لو تكرم الله يرضى عليك. تفضل. الله يسلمك. بسم الله الرحمن الرحيم. صحة حديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول إن عبدا أصححت له جسمه ووسعت له في معيشته تمضي عليه خمسة أعوام. لا يصح، لم يحج لم يزرني إنه لمحروم. لا يصح. جزاكم الله خير. مفاضلة بس من رأي حضرتك، يعني أيهم أفضل، يعني الصدقة الدائمة كشهرية ثابتة للفقراء والمساكين أم العمرة والحج النافلة؟ يعني مثلا ان كنت انا مثلا دخلي ثابت في الشهر بوفر 1000 2000 بطلعهم للفقراء والمساكين، ولا عينهم كل سنه اطهر نفسي بيهم كعمره او حج؟ الفقراء المساكين حالتهم حاله الفقر شديده. الله اعلم، انا بوكل واحد يطلعهم بصراحه، يعني ليا شهريه ثابته كده الواحد بياخدهم يوزعهم. طيب ما احنا ممكن نوازن بين الامرين، جزء هنا وجزء هنا، لان العمره فيها اجر وفيها رزق. على العلم ان انا اعتمرت وحجيت كتير بفضل الله عز وجل. برضو ولو يعني تابعوا بين الحج والعمره انه ينفيان الفقر والذنوب كما تنفي الكير خبث الحديد. ربنا يرزقنا واياك لذة النظر الى وجهه الكريم. يا رب امين. اللهم امين يا رب. اكفنا واياك شر الاشاعره لانهم لا يرضون بهذا الدعاء. لا لا، احنا متربيين على ايد حضرتك. الله يبارك فيك. يعني بنسمعك من واحنا اطفال يعني. يجمعنا واياك الفردوس. كنت عبدك بتيجي عندنا في السنبلاوين وقطعت من فتره من 10 سنين تقريبا في مجامعه فرقان. كنا نعم بس. الله يبارك فيك ويكرمك. ربنا يرجع الايام دي يا رب. يمن علينا بها ثاني يا رب. اللهم امين. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. يا سعيد. تفضل. كنت اتخانقت مع زوجتي فحلفت عليها ان هي تطلق معلق، ان هي تمشي من البيت عشان ما تقعدش تعمل معايا مشاكل وعامل معايا مشاكل. لكن هي اصرت وقعدت في تنوي الطلاق ولا تنوي التهديد؟ لا لا، انا كنت عايزها يعني تطلع البيت عشان ما يمشي معايا مشاكل. يعني تهديدا يعني. تهديدا. كفر كفارة يمين. الله يستعان. يا رحاب المصري، اسأل الله العون لنا ولك. أصبر وأنا صبرك إلا بالله من معنيها. لا تستطيع أن تصبر إلا إذا صبرك الله. لكن في شيء معين يا رحاب المصري أنت تقصده بين لي لعلي غافل عن شيء. أما العجوز فطبعا نصيحة مصاحبة بالدعابة ومصاحبة بالشدة شيئا ما كي تنزجر. فهم يا رحاب بالمصري. السلام عليكم. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. صح صح حبيبي. المصحصح. شكلك نايم مصنوم انت. تفضل. انا طالب في ثالثة ثانوي ازهري وبحبك جدا جدا وبستمع. الله يجمعنا وياك في الفردوس يا حبيبي. ماذا تنصحني؟ يعني تنصحني بإيه؟ أنصحك بتقوى الله أولا، ثم بالإجتهاد في دينك ودنياك. نعم. اتقن القرآن وتفسيره. الله يعينك ويقويك. ربنا يبارك. الله يكرمك. بارك الله فيك يا شيخ ربيع أبو الأرقم. فتح. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله انا طيب من فضل الله. الحمد لله. كنت سالت حضرتك من تقريبا من شهرين على سؤال اللي هو والدتي مع ست روائش عاوزه تديني انا ثلاثه واخويا ثلاثه واختي مش عاوزه تديني حاجه على سبيل ان هي اتجوزتها اثنين. حضرتك قلت لي لا بأس. عفوا، قلت ما امك عندها ستة ايه؟ قراريط يعني ولا ايه؟ ست غوايش ذهب. ست غوايش ذهب. اه كده تعطيني ثلاثة. انت ثلاثة واخوك ثلاثة واختك لا. لا ليه بقى كده؟ اسال عجوز. عشان هي مجوزة لها بنتين قبل كده. مجوزة لها بنتين قبل كده. اه فحضرتك قلت لي لا بأس. يعني كانت اعطتها فلوس مساعدة بناتها. لا لا، جوزت لها بنتين. ايوه ايوه. على نفقتها الخاصة. ايوه. حضرتك كنت قلت لي لا بأس.
انا عملت كلام حضرتك ولا بأس. هي دلوقتي معاها قرشين عاوزه برضه تديني انا واخويا. عموما اتقوا الله وعدلوا بين اولادكم الفيصل وقدروها تقديرا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، تفضل. كيف حالك شكلك؟ حالي طيب الحمد لله، نتقلب في نعم الله والله يا اخي، الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله على كل حال. يا رب. انا كنت سأل حضرتك من ثلاث ايام عن الملائكه، لا تتشكل الا باشكال حسنه فقط. ايوه سالتني. وذكرت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هو ثلاث نفر من بني اسرائيل رضي الله عنهم يبتليهم. ايوه. فاحنا قلنا حضرتك قلت ان في الحديث لا تشكل الملاك على هيئه رجل ابرص. وفي نص الحديث ان لا تشكل على هيئه رجل ابرص. لا في اللي قلت لك يا اخي الكريم الحديث هذا هو حديث واحد. حديث واحد. الحديث الواحد إذا اختلفت بعض ألفاظه سنضطر إلى ترجيح. كيف نرجح؟ نجمع مرويات الحديث أمامنا وننظر اللفظ الشاذ. فالحديث إن كان ثلاثة ممن كان قبلكم ممن كانوا قبلكم أعمى وأبرص وأقرع. فهم ثلاثة نفر. أي الأبرص والأقرع والأعمى أراد الله أن يبتليهم. فأرسل ملكا في صورة رجل فقال للأعمى أي شيء تحب؟ قال أن يرد الله علي بصري وأن يرزقني. وذهب للأبرص وللأقرع للثلاثة. أنت تقول فيما فهمته عنك أن الملك نفسه جاء في صورة رجل أبرص المرة الثانية. هو حاليا جاء على هيئته الأصلية بإنسان عادي. أيوة في المرة الثانية المرة الثانية ذهب للأبرص مش الأبرص. انه ما نقول لك انا المرة الثانية ذهب في صورة رجل ابرص. لا هذه تحتاج مراجعة، اعذرني تحتاج مراجعة تحتاج مراجعة. تفضل. انا السؤال بعد حضرتك ماشي تفضل. اللي هو كنت انا سألت برضه حضرتك عن كتاب عن كيف افرق بين الكفر المخرج من الملة والكفر دون كفر. كده في كتاب عقيدة في كتاب معين اقراه ولا مش والله اي كتاب عقيده ممكن تقراه يعني اي كتاب يعني بس خد بالك في احيانا تجد مبتغاك في شروحات الاحاديث في شروحات الاحاديث على سبيل وتجدها متفرقه يعني كون واحد جمع الشروحات كلها في مكان واحد سيصعب ان تجد ذلك. فمثلا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ستجد شرح هذا الحديث عند الحافظ ابن حجر مستوفى. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. كذلك شرحه مستوفى. ستجد عند النووي مثلا كفر بالله من ادعى لغير ابيه وهو يعلم. ستجد شرحه مستوفى. ففي كتب الشروح هذه الاحاديث تجدها مشروحه بتوسع. ونتمنى ان واحد يجمع كل هذه، احنا جمعناها الحمد لله جمعتها لكن وجمعت بعض شروحها، لكن ككتاب كامل فهذه الاصطلاحات وشروحها نرتب مع طالب علم بيعملها الان. مثلا ليس منا من لطم الخدود شرح هذا الحديث. انا بريء من المسلم. انا بريء من الصليقه والحليقه والشاقه كذا احتاج شرح مستوفى. كفر أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر الذي قال مطرنا بنوء كذا ونوء كذا ونحوها من الحديث التي قد تشكل تجمع إن شاء الله تجمع إن شاء الله مع شرح. لكن بصفة مبدئية اقرأ شرح الحديث في الكتاب الذي أخرجه أخرجه البخاري اقرأ شرحه في البخاري. اوكي جزاك الله خير. طب عشان اخر حقك علي اخر حق. لا حقك علي ليه انت ما غلطتش فينا انت راجل بتستفسر عن دينك الله يسلمك. بقول على اللا مذهبية. بيه؟ اللا مذهبية. انا يعني معتبر ان انا لا مذهبي؟ وانا لا اعرف يعني اللا مذهبية اقول لك انا يعني. اقول لك ايه اللا مذهبية يعني؟ انا اقول انني اتبع الوارد في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يأمرني الله به سمعا وطاعة لله
يأمرني به رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمع وأطيع لله ورسوله. أجمع العلماء على مسألة، أنا مع هذا الإجماع، لكن هو يطلب منا أن نختار، لازم تكون حنفي أو حنبلي أو شافعي أو مالكي أو ظاهري، فيطلب منا أن نختار مذهبا ولازم عنده تتمذهب على هذا المذهب. أقول لا والله، ما ألزمني الله بمذهب معين. لماذا؟ لأن النصوص قال الله فيها: وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. لم يقل ردوه إلى الإمام أحمد، ولم يقل ردوه إلى الإمام مالك، ولم يقل ردوه إلى الإمام أبي حنيفة، ولم يقل ردوه إلى الإمام الشافعي، إنما إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. في السعودية كن حنبلية يقولون تتحنبل، في مصر كن شافعيا يطلبون ذلك، في المغرب كن مغربيا، في الهند والباكستان يقول كن حنفيا. ديننا يتفرق، ما أمرنا الله بذلك؟ وذكرنا لهم الآيات المباركات النيرات من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وذكرناهم: وما أتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. والآيات والأحاديث في هذا كثيرة جدا، وأيضا ليس في أي آية أو في أي حديث نلتزم مذهب. ثانيا، هل معنى أن الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه قال قولا في مسألة، هل قوله الحق لا يحتمل خطأ؟ لا أبدا، الإمام الشافعي يخطئ ويصيب رحمة الله تعالى عليه، وكان له مذهب في العراق غيره لما أتى، غير كثيرا من مسائله لما أتى مصر. فلذلك تجد قال الشافعي في الجديد، قال الشافعي في القديم، وهكذا الأئمة. ثالثا، كل هؤلاء الأئمة رحمة الله تعالى عليهم، كلهم رحمة الله عليهم يقولون إن صح الحديث فهو مذهبي. ذلك ينقل للإمام البيهقي أن مذهب الشافعي أن الصلاة الوسطى صلاة العصر. طيب كيف يا بايهقي وأنت شافعي تقول أن الصلاة الوسطى، الشافعي يقول صلاة الوسطى صلاة العصر وكلامه على الفجر؟ قال لأنه قال إن صح الحديث فهو مذهبي. رابعا، إننا مع هذا نحترم أئمتنا وعلماءنا ونقرأ لهم وننظر كيف استنبطوا، كيف استنبط الإمام الشافعي رحمه الله من حديث بريرة مثلا مئات الفوائد، كيف استنبط الإمام مالك من قصة غزوة مؤتة إن تعيين المرأة وليا لها في غياب الولي الشرعي، كيف استنبط هؤلاء؟ نقرأ ونستفيد من علمهم ونعتقد أنهم علماء، لكن ليس قولهم كقول رسول الله، ولا أمرني الله أن أتبع واحدا منهم ليل نهار أبدا. كلهم علماء، وهناك من هو أعلم منهم، صحابة رسول الله أعلم منهم، لا أشك في هذا ولا أرتاب. الكلام واضح؟ ماشي، الحمد لله. يعني أصبح الآن يعني عار على الشخص الذي يقول عندهم أن أتبع كلام الله وكلام رسوله. وذكرت بكلام الإمام الصنعاني رحمه الله، وهو من آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو يتوجع من أهل زمانه الذين قالوا هذه المقولات. قال إن يسأل، قال الإمام محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني رحمه الله تعالى: وأقبح من كل ابتداع رأيته، وأنكاه للقلب المولع للرشد، مذاهب من رام الخلاف لبعضها يعض بأنياب الأساود والأزد، يصب عليه صوت ذم وغيبة ليشفوه من قد كان يهواه عن عمدي، وليس له ذنب سوى أنه غدا
يتابع قول الله في الحل والعقد ويتبع أقوال النبي محمد، وهل سواه بالله في الشرع من يهدي؟ لأن عده الجهال جهلا أو لأن عده الجهال ذنبا فحبذ به ذنبا يوم ألقاه في لحدي. وقبلها أقبح من رافضي، يقول الإمام الصنعاني: وأقبح من كل ابتداء رأيته وأنكه للقلب المولع للرشد، ذاهب من رام الخلاف لبعضها يعض بأنياب الأساود والأزد، صب عليه صوت ذم وغيبة ليشفوه من قد كان يهواه عمدي. أبيات طويلة: يرميه أهل النصب بالرفض فرية، ويرميه أهل الرفض بالنصب والجعد، يرميه أهل النصب بالرفض فرية، ويرميه أهل النصب بالرفض والجعد. الأبيات طويلة، وكلام الله خير من كل كلام. السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. لازم تقول ألو السلام عليكم. طيب السلام عليكم أحسن من ألو قدمها. الشيخ مصطفى والنبي، انا شغال في بنك. الله يغفر لي ولك. التسهيلات الائتمانيه، وبحاول بكل مجهود ان انا اشوف حاجه تانية، بس ما اعرفش، هو مجال البنوك مقفول على نفسه، حتى لو مرتب اقل انا مش فارق معايا، ومش عارف اعمل ايه. انا خايف، وانا متجوز وعندي اولاد وعندي مصاريف ومعنديش مصدر رزق تاني، وبحاول بكل مجهود ان امشي ومش عارف. اجتهد 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 الى ان يجعل الله لك فرجا ومخرجا. اجتهد الى ان يجعل الله لك فرجا ومخرجا. وانا لو انا توفيت او حاجه عليا اسم، انا ربنا يعلم ما في قلبك. والله انا بحاول والله. خلاص، ما هو مش تخليك في اصل في رب هو المطلع علي وعليك، خلي وقتك مع الله. في شيوخ حللوه، بس انا حاسس ان انا مش عايز احط في شبهه يعني. ربنا يبارك فيك ويحفظك ويرزقنا وياك الورع. اجتهد في البحث، وان شاء الله باذن الله تعالى لن تخيب ما دمت تحب الله ورسوله. ادعي لي وانا بارك. الله يبارك فيك. قل لا اله الا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام، ازي حضرتك؟ لا رد السلام، لأن الله قال: إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها وردوها. لا رددتيها ولا حييتي بأحسن منها. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا شيخ؟ الحمد لله بخير. الحمد لله. دلوقتي أنا زوجي جاي له شغل بره مصر، وأنا متجوزة وعندي عيلين، والعيشة هنا صعبة. هو اقترح على والدته، هو عنده أخت ليها ظروف خاصة وعندها عائلين، فأمه رفضت السفر عشان هو بسبب ظروف أخته، فهو كده ليه اسم لو هو سافر ورفض إن أمه مثلا قالت له لأ؟ عفوا، أبوه على قيد الحياة أو مات؟ لا، ميت متوفي، وهو ولد وأخت بس، وأخته ليها ظروف خاصة. طيب، لمن سيترك هذه الأخت المعاقة؟ لأمه، مع أمه، قاعدة مع أمه حاليا. طيب، وأمه حاليا عليها تعب شديد أكثر من، يعني تطالبه أن يبقى رحمة بها، هل يمكنه أن يطيب خاطر الوالدة ويرسل لها خادمة لهذه الأخت؟ معنى عرضت أن أنا أقعد معاهم. أيوة، بس هو بيقول أنا عشان أمي مش موافقة أنا مش هينفع أسافر، وإحنا العيشة هنا صعبة، مرتبه ما بيكفيناش في الشهر. يعني بتستدينون؟ نعم، بتستدينوا ديون؟ طبعا. تستدينوا؟ هي امه قالت له لا خليك هنا، بس انا شايفه صراحه، انا كزوجة انا شايفه ان السفر احسن. قلت له طب لما ربنا يكرمك نبعت لوالدتك. وانت طيبه مع حماتك وهتقوم بالبنت، هتقوم بالبنت خير قيام يعني المعوقه ولا ايه؟ ايوه، هي مش يعني هي من الاقزام، هي متجوزه ومخلفه وعندها عيلين. ايوه يعني حضرتك، هي بتقوم وبتغسل وبتطبخ وكل حاجه. طيب اخويا اعمل لها ايه؟ مش هي بيت زوجها؟ ما زوجها مسافر، وهي حاليا قاعده مع والدتها، فوالدتها رفض، يعني فاهمني حضرتك؟ ايوه فاهم. احنا بين بعض المفاسد الان، هي مقارنة مفاسد. المفسدة الأولى خلاف رأي الأم،
المفسدة الثانية الديون التي قالت له سافر، قالت له سافر، بس يعني هو قال لها طب انا هبعت لك يا ماما، هي رفضت ان هي تسافر معاه، فهو قال لها خلاص انا هفضل. طيب يبعت لها فلوس وهي تفرح، يعرض عليها الفلوس، اما ابعت لك قيمه خادمه 1000 جنيه في الشهر ولا اي حاجه هتفرح ان شاء الله، يحل المشكله. يا الله. ابراهيم ابن مصطفى درباله بيقول بس يتقطع. لا اظن يا ابراهيم لم تتابع على هذا من غيرك، فيحكم عليك في المصطلح بالشذوذ الا اذا تبعت. السلام عليكم. السلام عليكم، كيف حالك يا شيخ؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. شو كنت عايز أعرف من حضرتك حكم الزوجة اللي تطلب الطلاق تطلب الطلاق؟ من غير السبب. إيه حقها المفروض تاخده؟ بس لكن هترد الصداق يعني ولا إيه بالضبط؟ ما أنا بسأل حضرتك في كده يعني. ما هو إذا كانت تطلب الخلع لا تنقم على الزوج خلقا ولا دينا ترد له الصداق، إن كانت مظلومة وكل يوم تضرب وتؤذى فستكون طلاق للضرر. فلا لازم، هي مش هي مشاكل بس هي حابة تتطلق، بس مش خلع محكمة يعني، هي طلبت من زوجها كده يعني. هتبريك عند المأذون؟ هي يعني هتبريك وتقول أنا خد مهرك هو خلاص أنا مش عايزة. هي قالت انا عايز اتطلق. ايه السبب؟ هي مش شايفه في سبب، بس هي يعني هي بتشك مثلا في جوزها، مش شايفه ان هو لا بيضربها ولا ما بيصرفش عليها ولا كده، بس هي عايزه تتطلق. هل المفروض هي تتنازل عن حقوقها كلها؟ ما هو اذا ما كانش في سبب، جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله لا أنقم على ثابت خلقا ولا دينا، يعني دينه طيب وخلقه طيب، ولكني أكره الكفر في الإسلام. قال بعض العلماء في شرحه كان دميما فلم تكن تؤدي له حق تخشى أن تعذب، فقال النبي أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم، فأمره ففارقها. فهمت؟ تمام، شكرا. شكرا لحضرتك، الله يسلمك. ونوه على ان حديث المختلات هن المنافقات وحديث ايما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير مبأس فاحرمنا عليها رائحة الجنة كلاهما ضعيف. وفي الخلع أتردين عليه حديقته؟ وفي الخلع فلا جناح عليهما فيما افتدت به. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. ربنا يجزيك خير يا مولانا. اللهم بي عبد الرحمن. نعم يا حبيبي. بقول لحضرتك انا كنت مأجر ميدان لواحد. نعم. قريب راما. عفوا كنت ماذا؟ مأجر مكان لواحد. كنت مأجر ماذا؟ مكان يعني مخزن يعني. ايوه مخزن لشخص، وبعدين؟ فجات له غرامه على الكهرباء مبلغ كبير 14000. تمام؟ جاءته غرامه 14000 على الكهرباء. على الكهرباء. فالمهم طبعا احنا كانت كنت انا بيها المكان، وبعدين قلت له خلاص اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. نعم. معلش يا شيخ، انا كنت في متجر انا وزوجي وسالته على حاجه، سال المندوب فاتحرك خطوتين وانا كنت خلفه، فسالت المندوب وهو واقف على سعر السلعة أو سؤال في السلعة يعني، فهو زعق لي قدام الناس إن أنا ما ينفعش أعمل كده وعاقبني شهر هجري يعني، وقال لي إن هو الموقف ده يستوجب الطلاق أو الضرب. تمام؟ يعني أنت سألتي البياع وأنت هو واقف، بس هو سابني خطوتين كده وأنا قمت سألاه بقى يعني مثلا ضمانها كام سنة أو كده وهو واقف فاعترض. يعني عقوبتك الطلاق أو الضرب لأنك سألتي البياع ضمان السلعة دي كام سنة بس كده؟ والله هو ده اللي حصل في المتجر، وزعق لي يعني طبعا قدام الناس عشان انا ازاي اعمل كده، انا كده بهينه قدام الناس وبقلل منه يعني، المفروض انا اساله وهو يسال المندوب يعني. لا والله انا شايف الامر لا يتحمل هذا الذي صنعه الزوج.
طيب معلش انا اسفه، انا بحفظ قران في المسجد بقالي حوالي 6 سنين، ولما بيحصل اي مشكله فيقول لي خلاص ما فيش نزول تاني للمسجد وما تحفظيش. اي مشكله برضو خلاص، انا حضرتك كنت كلمتك ان ليا مره في الاسبوع اخرج مع اصحابي ساعه، حضرتك قلت لي كده، فبرضو لما يحصل اي مشكله خلاص ما فيش نزول خالص ولا اصحابك ولا حاجه. عالجوا المسائل برفق يا جماعه. الزواج كما قال الله سبحانه: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. جعل بينكم. عليك الطاعة بس أما أقول حاجة ما بتخليش شرع الله يبقى طيب وتقولي حاضر بس. حاضر بس يعني ما حاضر، ما هو الآن أنت ما عملتيش حاجة غلط، سألت الرجل كم الضمان؟ قال لك عقوبتها الطلاق أو الضرب، شايف هذا ظلم يعني. فتقييم المسائل هو الذي عشان هو يسمع بس الإجابة. طيب وفين جنبك؟ يمكن لا والله. خلاص سلمي لنا عليه، الله يبارك فيك، بلغيه السلام وقولي له هذه أشياء لا تستحق هذه العقوبات القاسية التي أنت فيها، واذكر الله، فإن لك أخوات ولك بنات ولك أم ولك عمات ولك خالات. طب هو لو صمم إن أنا ما نزلتش أحفظ، الله ما هسمع منه ليه؟ لله يعني. أنا لازم أسمع منه ليه؟ قال الجدار للمسمار لما تشقني؟ قال سلما يدقني. هو يعني أنا لو بحب مثلا الحاجة دي افرض قال إن الزوجة دي لعابة شوية بتروح تقابل رجالة مثلا، افرض قال كده، افترضي. هقول له إيه يعني؟ لا والله أنا أصل ده مجمع في عندنا لازم يعني؟ أسأله، لابد من سؤال. شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام يا حبيبي. امشي يا ابن الحلال. الحمد لله. الحمد لله يا رب العالمين. احنا يعني قاعدين في الصعيد يعني، ورحنا القاهره زياره، فرحنا عند شيخ اسمه السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت يا مولانا بعد اذن حضرتك، انا كان والدي ساعه لما اتزوج من زوج من والدتي كانوا واخدين شقه ايجار في الثمانينات، كانت عامله حوالي 80 90 جنيه بس، في الوقت ده كان الايجار او المبلغ ده كان كبير جدا، فكان تقريبا مرتب زوج مرتب والدتي كله ونص مرتب والدي، فهم سابوا الشقه وراحوا منطقه حدوديه قعدوا هناك، كانوا بيدفعوا الايجار ده بانتظام. مع الوقت طبعا قيمه الفلوس دي قلت خالص، لغايه لما وصلت في الوقت الحالي ده يعني عدى حوالي 30 او 35 سنه. كان هل كان عفوا كانوا دفعوا كانوا دفع خلو رجل؟ لا، اللي هم كانت بدايه حياتهم كانت الشقه لسه جديده في وقتها، كان الايجار عالي ساعتها. ايوه انا بسال بس سؤال، ما اصل في ناس هي الشقه لسه في الحوزه موجوده. انا فاهم في ناس لما تيجي تستاجر بتدفع مبلغ مالي مقطوع على اساس لا 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 لا، كان ايجار عادي خالص شهر بشهر، ما كانش فيه تامين او اي طيب او اي حاجه. طيب شهر بشهر تمام. فبعد كده صاحب العماره كان ما بيخلفش فتوفى الله يرحمه. الله بالظبط. وجت بعد كده الفلوس للورثه بتاعته اللي هم كانوا قرايبه، فجي واحد واشترى بقى العماره كامله من الورثه دول، طبعا لان حكم ان العماره كلها ايجار قديم، فخد بمبلغ اقل من القيمه بتاعته. معروف بالظبط. فهو دلوقتي الفكره، هل وجود الشقه معانا ده فيها حرمانيه علينا؟ بالذات ان هي تنتها فتره طويله حوالي 30 سنه، الحاجه موجوده فيها، وهو والدي كان في نيته ان هو يحافظ على عفشه ويحافظ على حاجته وان هي تدنا موجوده بدل. افهم معي كده، افهم معي كده، قول بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وبعد. عليه الصلاه والسلام. تعرف من الذي تضرر؟ المتضرر البائع الاصلي المتعاقد معكم بالضبط. أو ورثته باعوا البيت بثمن قليل لانه مؤجر. على بالضبط. فاذا المستفيد هو المشتري الجديد. بالضبط. فالمشتري الجديد اشتراه رخيص باعتبار انه مؤجر. صحيح. ولم يطالبكم المالك الاول بقية مبالغ. بالضبط. وهذا اشترى البيت على ما هو عليه. بالضبط. فإن أعطاكم شيئا خذوه.
لأن هو أصلا شاري البيت رخيص من أجلكم. لا بالضبط. والمتضرر إذا قلنا المتضرر الملك الأول، فالملك الأول نفسه كالطيبة، ما طالبكم بأي شيء، على حد قولك أنه ما طلبكم بخروج. لا ما طلبش بأي حاجة صراحة. خلاص إلا أنت وفالله. طب هو دلوقتي إذا أنت تريد مثلا تحتاط يعني احتياط زائد، ترجع للورثة الأولين إن استطعت أن تصل إليهم. يا جماعة الرجل ده يدينا فلوس، نفسكم طيبة نأخذها أو نجيبها لكم، كده كده تأخذوا منه، كده كده على أي حال تأخذوا من هذا الرجل هو يجيبه. لكن يبقى النظر، هل هذه الفلوس من حقك أنت كمستأجر أم من حق المالك الأصلي؟ أنا لا أخفى عليك، أنا قلت لوالدي إحنا ممكن لو هو قرر أو إن الأمور هتبقى إن حد ياخد فلوس ويطلع، أو حتى تطلع من غير أي حاجة، ممكن ناخد الفلوس ونعملها صدقة جارية في روح صاحب العمارة الأصلي اللي هو اللي كان موجود. والله شيء طيب إذا أبوك وافقك على كده. كان رأيي أنا. أنتوا كده ناس طيبين. ده بالظبط، لأن أنا حاسس إن برضو يعني حتى والدي هو اللي مأثر فيه، ان الفكره انه قعد فتره طويله. مش خلاص احنا انتهينا من المساله، دورك كبير جدا في احنا انتهينا من المساله. لا دي ما مش ابوك مش مظلوم فيها، ابوك كان باختياره تمام. وهو دلوقتي بيقول لي برضه في راي تاني، قال لي لا بس هو انا سمعت ان لو انا خدت خلوه. يا حبيبي احنا خلينا دلوقتي انتهت المساله. المتضرر مين؟ المتضرر طبعا الورثه، بس هم مش متضررين قوي لانهم مش من يعني قرايبه، وكان بينهم مشاكل وبتاع. المهم يا اخي اشتروا شال، يلا هم كده كده ابعاد اصلا. السلام عليكم. يكفي يا ابا صهيب، اتونا بشيء جزاهم الله خيرا هذه الليله قبل ان نجلس. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمه وبركاته. تفضل يا حبيبي. يا عم الشيخ السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. سؤال في البيوع يا عم الشيخ. تفضل سل. أنا اشتريت شقة. بعت شقة سنة 2019. اشتريت ولا بعت؟ ركز. أنا اشتريتها سنة 2018. طيب. بعتها سنة 2019. طيب اشتريت وبعت وبعد. تمام. أنا بعتها في شهر 2 2019، سكنت فيها من 2 2019 لحد شهر 8 19 بعتها. سؤالي لك، انت كنت شاريها تجاره ولا سكناك فقط؟ لا سكناها. ها؟ سكناها. للسكن. يعني مش عروض تجاره. ايوه تمام. وبعد ما السؤال؟ السؤال ان انا لما بعتها اللي اشترى مني تمام؟ اللي اشترى مني اتفقنا على المبلغ 450,000. هو دفع منهم 290 والبقى 160,000. طيب تمام. جه في ميعاد الاجل بتاع السداد حصل الظروف ان اللي انا كنت شاري منه في 2 2019 زوجته كانت عامله قرار تمكين على الشقه. ايوه. في ميعاد السداد بالتراضي منه قلت له لا انا مش هقدر اخد منك بقيه المبلغ الا لما نشوف الامر بتاع الست اللي موجوده فين اللي هي عامله قرار التمكين. اتخذنا الاجراءات القانونيه، فجاء بعدها بسنه احنا كسبنا الايه؟ القضيه وحل بقى خلاص. قلت له انا محتاج الفلوس في شهر يعني في شهر 12 سنه 2021. هو قال لي والله انا الفلوس بتاعتك دي من كلام منه انا دخلتها في ايه؟ في شغل، فانا معلش اصبر عليا. قلت له مفيش مشكله بالتراضي. قلت له حل الاجل مثلا، اتفقنا على 8/22، جينا في 8/22 ما اقدرش يسد. تمام؟ قلت له خلاص انت تاخد فلوسك يا تديني الشقه، فراح قال لي ايه بقى تحديدا؟ قال لي لا انا وانت شركاء في الشقه، لما يجي بروها انت بالثلث اللي هو يعني هو دافع 290 هنقول 300,000 وانا 150 يبقى الثلثين والثلث. بالتراضي؟ بالتراضي، ده كلام من بقه هو اللي قال. وبعدين وبعد ذلك ايه اللي حصل؟ جينا بقى النهارده عشان خاطر بقى، انا قلت له خلاص بقى حل، تعالى انت تأمن الشقه انا محتاج فلوسي. تمام؟ فجمع في الميعاد دلوقتي بقى يقول لي لا ده انا فلوسي كسبت والمفروض ان الثلث بتاعك ده يتقسم على ثلاثه. حبيبي اصبر علي، هذه قضية لازم نسمع الطرفين عن قرب. صح صح، أنا مع حضرتك. أنا سؤالي الشرعي هنا بالأمر. تمام.
هل أنا عفوا بس سؤال فيه سؤال محدد بس سؤال سؤال محدد انا هسالك هسالك انا سؤال محدد اصبر مش عجول الان لما انت بعت له الشقه ب 450 الف وسلمك 290 المبلغ الثاني حدد له اجلا ام لا؟ حددنا له اجل بس لما جت الظروف بتاع كم يعني حددته اجل كم؟ بعد 6 شهور بعد 6 شهور اثناء هذا الاجل كان هو ساكن في المكان او ليس بساكن فيه؟ ساكن في المكان يعني مستفيد مستفيد يعني مستفيد ولما رفعت عليكم المرأة قضية تمكين خرج أو ما زال باقيا يستفيد؟ لا قاعد فما زال بيستفيد في الشقة وما طلعش وكسبنا القضية. أيوة سب بس خليك ما تكلمش كثير اللي أسألك عنه بس. تمام اتفضل يا مولانا. أيوة يعني ما زال متمكن من الشقة ساكن ما تضرر. لا لا ما طلعش. إلا القلق شوية لكن ما خرج ولا أخرج من الشقة. وكان المفروض يعطيك ال 160 ألف بعد العقد بستة أشهر. تمام. مرت سنوات. أيوة فعلا. وما أعطاك الأجر. ما أعطاك الثمن الباقي. تمام. ليس لإعسار أو مماطلة. هو نقوله أنا من وجهة نظري إن هو مماطلة عشان يتأكد إن خلاص ما عادش فيه استئناف ومفيش أي مشكلة مع في القضية. اذا هذه معلش لازم تسمع عن قرب ويقدر الضرر الذي لحق بك من اخلافه الموعد في السداد وتقدر الفائده التي انتفع بها من السكنه قضيه تنظر عن قرب. شكرا جزاك الله خير. يا ام عبد الرحمن السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمعت يا شيخنا أنا بشتغل مهندس كمبيوتر وعندنا في الشغل في المجال يعني بنقوم بتحميل برامج والبرامج دي أو بندخل على مواقع وبيبقى فيه شروط في البرامج دي منها شروط كفرية زي التحكم للمحاكم الوضعية واحترام القوانين الوضعية والديانات الباطله للدول دي. تمام؟ واحنا طبعا واحنا بنحمل البرامج دي بندوس موافق عشان نكمل التحميل او بندخل المواقع اللي هي بتبقى حاطه الشروط دي. فهل بغضنا للشرط ده يعني ينفع نحمل البرامج دي مع بغضنا للشرط ده ولا الموضوع ده ممكن يدخل في الكفر بقى والكلام ده؟ والله انا احتاج الى استيعاب بصوره اوضح، ارجو تاجيل هذا السؤال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بهذا القدر أجتزئ حمدا الله مصليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم شاكرا لأنعم الله. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما ومن ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن لك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم بك أمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حكمنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت لا إله غيرك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأثرنا ولا تؤثر علينا وانصرنا على من بغى علينا.
اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي ألسنتنا نورا وفي أسماعنا نورا وفي أبصارنا نورا ومن أمامنا نورا ومن خلفنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا وعن أيماننا نورا وعن شمائلنا نورا. اللهم أعظم لنا نورا يا رب العالمين. اللهم خذ بأيدينا ونواصينا للبر والتقوى وتوفنا على كلمتي الإيمان والهدى وأنت راض عنا. اللهم إنا نعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. ونعوذ بك يا ربنا من الحول بعد الكور يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم يا ربنا يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالعروة الوثقى حتى نلقاك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوجعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. اللهم ارزقنا يا خير الرازقين واغفر لنا يا خير الغافرين وافتح علينا يا خير الفاتحين وانصرنا يا خير الناصرين احفظنا وارحمنا يا خير حافظا يا أرحم الراحمين. ارفع درجاتنا في عليين يا ذا الفواضل يا ذا المارج يا ذا الجلال والإكرام وأكرم منازلنا ووسع مداخلنا يا رب العالمين. اللهم طيب أقوالنا وحسن أخلاقنا واسلل سخائم قلوبنا وأصلح أعمالنا واخلص نوايانا يا رب العالمين. اللهم انصر المسلمين أينما يكونون وحيثما يكونون يا رب العالمين. نعوذ بك يا رب من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. ونعوذ بك يا رب أن نزل أو نزل أو نضل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله.